الفنان الكبير القدير الشهير يحيى شاهين، في أول لقائي بيك علشان نعد لهذا البرنامج اطلعت على ألبومات كثيرة لك وصور حياتك منظمها ومنسقها بترتيب جميل الحقيقة. فهل حياتك كلها كده يا أستاذ يحيى، كلها نظام وتنظيم؟ والله هو ساعات الإنسان، أنا بحب أجمع كل ما كتب عني وكل ما اتقال عني، إن كان نقد يعني بناء ما أزعلش منه أبدا، وبجمعه، بجمع كل ما يقال عني. ومن ناحية الصور برضو نفس الحكاية، لأنه ساعات الإنسان بيحن قوي للذكريات، بيعمل وقفة وبيحاسب نفسه ويحاسب في الماضي ويحاسب نفسه على المستقبل ويحاسب نفسه على الحاضر. فبرجع دايما من وقت إلى آخر إلى هذه الذكريات. حياتك بتقول لي بعمل وقفة، فهذه الوقفة بيبقى معاها توقف عن العمل عن العطاء ولا بيحصل إيه؟ هو مش توقف عن العطاء، لأن طالما الإنسان فيه قدرة، عنده قدرة وفيه قوة إنه يعطي، خصوصا الفنان عليه التزام أنه يعطي لآخر نفس ولآخر دقة قلب. يعني طالما هو قادر فهو ملتزم بالنسبة لجمهوره ولمحبيه، ودي أكبر ثروة بيجمعها الفنان. فمن فترة لأخرى، يعني مثلا فترة الفتى الأول محدودة جدا، يعني كنت شاب رياضي وكويس وبتاع واختاروني وعملت كذا دور فتى أول، سهل جدا الواحد يجد فتى أول. إنما ممثل أول صعبة شوية، يعني عايزة ميراث وعايزة الإنسان يتدرج خطوة خطوة. والحقيقة المسرح كان المدرسة الأولى لي في هذا التطور، يعني مشيت فيه خطوة خطوة. قعدت 11 سنة أشتغل في الفرقة القومية كممثل مسرح. فبعد ما نجاحه فترة بيحب يقف ويشوف يحاسب نفسه الفترة دي عمل فيها ايه. كانت أعمال مختلطة، منها السطحي ومنها اللي فيه بيقول حاجة. فالوقفة دايما بحب أحاسب نفسي فيها وأشوف عملت ايه والخطوة الجاية هعمل ايه، لأنه دخلت في مرحلة الرجولة لازم أغير، لازم أنتقل من مرحلة الشباب إلى الرجولة. مرحلة القبولة نفس الحكاية، قضيت يعني أنا عامل كم كبير جدا من الأفلام، يعني حوالي 200 فيلم لحد الوقت، يعني كم كبير. فما كنتش كل شوية أحاسب نفسي، حكرر نفسي، وأنا ما أحبش أكرر نفسي أبدا. طب حياتك قبل التسجيل كنت بتقول لي إنه الظروف اللي مر بيها السينما المصرية النهاردة ساعات ما بتشجعش الواحد، مش عايز اقول بتسد نفس الفنان ولا سيما الفنان الكبير اللي زي حضرتك. لا، هو في الواقع شويه انا دايما بحب اكون مثالي او احب الكمال، وده صعب جدا. السينما قبل دلوقتي، يعني في الوقت بتاعنا احنا من حوالي 20 سنة، الافلام القديمه عموما، ده مش انا اللي بقول بس، ده الجمهور نفسه بيقول، إن كانت دايما هادفة وكانت بتقول حاجة وكان في قيم، يعني كان في بنراعي القيم وبنراعي أخلاقياتنا كشرقيين وبنراعي مكاننا كمصر بتاريخها وحضارتها الكبيرة. فكان تجد في أفلام كتير عن الريف، في أفلام كتير عن المجتمع المصري ككل، في أفلام كتير عن الحضارة القديمة بتاعتنا. يعني أنا أذكر من بعض الأفلام اللي عملتها في بدء حياتي كانت عن فتح مصر، كانت يعني في تاريخ كبير، يعني احنا مش مفلسين من ناحية التاريخ بتاعنا، بالعكس احنا عندنا مجال واسع جدا. بس احنا في الفترة الأخيرة الحقيقة اعتمدنا على قصة الحب والشاب وشابة والمرأة المصرية، يعني في صورة مش من صورها الكريمة، ده كتير يعني كان يجرحني ويؤلمني كتير. مش كل المجتمع بتاعنا، في كل مجتمع في العالم في الخير والشر مزروع على الإنسان من بدء الخليقة. فإنما المهم إنه الخير لا بد أن ينتصر، يعني لازم نغلب الخير على الشر. دي رسالتنا في الحياة،
علشان أنا بعتقدها إنها رسالة مهمة جدا، وخصوصا السينما والتلفزيون. طب نرجع تاني بقى يا فندم نتكلم عن النظام والتنظيم، حياتك منظم في حياتك؟ أنا يعني أعتقد إني لحد ما، ما أقدرش أقول لك منظم قوي، لكن أعتقد إن أنا منظم في حياتي، كل شيء بأديله يعني حقه. طب تسمح لي نستعرض معا ألبوم ذكرياتك ونعمل فلاش على أول صورة؟ دي يا أستاذ يحيى واضح إنها متصورة في الخارج ومع مجموعة من الأجانب، فياريت برضو حياتك تشرح لنا أو تعمل لنا فلاش عليها. ده من أول الأفلام المشتركة اللي كنت دايما أنا أنادي بأن احنا نعمل أفلام مشتركة علشان نستفيد بأقصى قدر من التطور اللي بيحصل في العالم الخارجي حقيقة. فكان لي صلة بال يعني بالأستاذ سيف الدين شوكت، وهو والده مصري ووالدته مجرية، وكان في مجال انه يعرفني على الناس في المجر، فسافرت معاه وعملنا فيلم مشترك اسمه حدث في مصر، وانتجته المؤسسة. حضرت الافتتاح بتاعه في المجر في 9 عروض سينما في بودابست لوحدها، ونجح جدا وغطى التكاليف اللي صرفتها المجر من العرض الاول. ما نجحش احنا عندنا يعني من الناحيه الماديه قوي، لاسباب طبعا ما اقدر اقول بعض هذه الاسباب، انه ما اخترناش الموضوع اللي كان ممكن يفيدنا تجاريا. هم استفادوا مننا كتير، خدوا كل الاثار بتاعتنا اللي هي العالم كله متعطش كان انه يشوفها، فعشان كده نجح الفيلم في الخارج وما نجحش قوي في مصر. لحياتك على مسرح امام اخوه من السودان. فعلا دي صوره كانت سنه 52 او 53، كان افتتاح فيلم، اول فيلم انتجه سلو قلبي. فسافرت مع الفيلم علشان افتتح الفيلم في الخرطوم، والحقيقه لقيت لقاء مذهل من الاخوه السودانيين. الصوره دي حد قريب حضرتك ولا ايه ده بالظبط؟ صوره ابن صديق ليا اسمه الدكتور احمد عزت، استاذ في كليه الهندسه. كنت بنتج فيلم الغريب اللي هي قصة مرتفعات وذرينج، وبدور على ولد يعمل فترة الطفولة، فوجدت في يعني الكثير مني عشان يبقى قريب لما أكبر، ووجدت في ذكاء مفرط حقيقة كان معجزة، لأنه عمل الجزء اللي هو وأنا صغير في مرتفعات وذرينج في الغريب من أروع منه. اسمه ايه فن؟ حازم عزة، دلوقتي هو مهندس طيران في أمريكا. ترك الفن؟ ترك الفن. ده في الفنانة ماجدة حضرتك والفنانة زهرة العلا. أيوة، ده في فيلم الغريب، فيلم أعتز بيه جدا لأنه كنت متأثر بيه من أول ما شفت لورانس أوليفيا بيعمل الدور ده قبل كده. دي مدام هند رستم وحضرتك والأستاذ حسين حلمي أو المهندس حسين حلمي، لأن كل الناس بتتصور أن المهندس لقب لا تعلم أنه الوظيفة أو المهنة. فتكلمني عن ذكريات هذه الصورة أو تشرح لي حضرتك إيه الصورة دي. هو دي الصورة كانت في مؤتمر فينيسيا الدولي سنة 57 في فيلم صغير أنتجته برضو لحسابي، كان في الفترة ده هي اتكلف 15,000 جنيه بالدعاية بتاعته بكل حاجة، واخدنا فيه جايزة من مؤتمر فينيسيا الدولي. كان في مع حضرتك في فنانين اخرين غير مدام هند؟ كان في فنانين كتير طبعا، في هند رستم عملاقة، انا هند احبها جدا لانها فنانة ملتزمة
وبتحب شغلها جدا وبتأدي بشكل رهيب. وكان معانا برضو بنت جديدة اسمها منيرة سمبل من اسكندرية، صديقة لزبيدة ثروت. دي صورة شخصية، فمين اللي مع حياتك في الصورة؟ قطة مين؟ قطتي. أنا أحب الحيوانات جدا لأنه وأتعاطف معهم جدا لأنه بلمس فيهم الوفاء. أنا عندي جنب القطة دي عندي كمان كلب عمل معايا فيلمين، فأنا يعني أحب الحيوانات جدا. طب دايما يقول يا فندم ازاي القط ياكل وينكر، وحياتك بتقول لي وفاء القطط، فانت مارست هذه الهوايه وربطت وعشرتهم، فهو الحقيقه فيه مش كل قط بياكل وينكر، لا يعني في فيهم كده وفيهم كده، انما اللي انا بربيهم الحقيقه بيكونوا معايا كويسين وفيها زي ما انت شايف كده. أحب أسأل حياتك سؤال يمكن طرح في الفترة الأخيرة، هو رفضك أو اعتذارك عن قبول الترشيح كنقيب للسينمائيين. هو أنا ما بعتبروش رفض، إنما دايما بحب المكان اللي أشغله، أنا ببقى ملتزم بيه ومسؤول جدا، ونقيب دي مش مسألة سهلة أبدا، مسألة عويصة جدا، فالإنسان لازم يتفرغ لها تفرغ كلي، ده رأيي أنا الخاص. فإذا ما كنتش عندي هذا التفرغ ما أستطيعش هذا التفرغ الآن، فعشان كده أنا بعتذر. هاتك من ضيوفك في هذه الحلقة في النقيب السينمائيين السابق، وبعدين جبنا سيرة النقابة، فبصراحة كده النقابة كما تراها الآن ماذا ينقصه؟ ما اعرفش يعني، هو ما اقدرش انا اقول دلوقتي رايي، لان ما دام انا بعيد عن يعني المسؤولين يقدروا يعرفوا اكتر مني. الشخصيه المصريه اللي حضرتك تتمنى انك تقوم بيها من تاريخنا، سواء كان التاريخ الماضي القريب او الماضي البعيد؟ انا كنت اتمنى ان انا اعمل دور عرابي حقيقه، لانه تاريخ مجيد بالنسبة لمصر. دي صورة في فيلم يا أستاذ يحيى؟ لا والله، دي صورة أمام مسجد الرسول في المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام، يعني صورة من الواقع فعلا. وأنا بعتز جدا لأنها بتذكرني لفتات ولحظات جميلة جدا في حياتي. دي صورة تجمع حياتك بالنقابيين زي ما كنت بتقولي، واللي فيها سيادة النقيب واللي رشحوك للجائزة، مظبوط يا استاذ؟ دي لفتة لطيفة منهم جدا الحقيقة، وبعتز بيها لحد دلوقتي.